كتالوج ريفليم الإلكتروني هي أداة رائعة لتصفح الكتالوج وعمل عضويات وطلبيات بكل سهولة. تعالوا نشوف مع بعض إزاي ممكن نتصفح. ندخل على جوجل ونكتب eg.oriflame.com وندوس على اللينك وندخل على أوريفليم ويب سايت. بعدها هندخل على العلامة اللي جنب الشنطة ونكتب اليوزر نيم والباسورد وندوس على تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول هيظهر حرف الـ E اللي موجود جنب الشنطة فوق على اليمين، هندوس عليها هتطلع لنا لستة فيها كلمة مجموعتك. هننزل تحت لحد ما نلاقي كلمة Business Tools، هندوس عليها هتظهر لنا كلمة Link والكتالوج الإلكتروني. هيظهر معانا الكتالوج الإلكتروني الجديد اللي من فوائده وجود فيديوهات لشرح المنتجات ومقالات الجمال وأفضل العروض الموجودة في الكتالوج. عندنا في الكتالوج الإلكتروني 2 لينك أو 2 رابط. اللينك الأول خاص بالأعضاء أو الأعضاء المحتملين اللي احنا بندعوهم لتصفح الكتالوج وعمل عضوية جديدة مع أوريفليم، وهيكون فيها سعر العضو بعد الخصم. أما اللينك الثاني فهي أداة جمع الطلبيات اللي بنبعتها للعميل لتصفح الكتالوج وإرسال الأوردر لينا مرة أخرى عن طريق الواتساب أو الإيميل، وبيكون فيها سعر المنتج في الكتالوج. لمشاركة اللينك الأول هناخد كوبي من العلامة الخضراء، ناخد اللينك ونبعته للشخص اللي أنا عاوزاه في الواتساب، والمفترض إن الشخص هيفتح اللينك ويدخل بينا على الويب سايت. نختار اللغة المفضلة، إحنا هنختار عربي وهندخل على الإي كاتالوج. هنتصفح الكتالوج ونشوف فيه الفيديوهات المفضلة اللي بتشرح المنتج ونختار المنتج المفضل من علامة الشنطة. بعدها ندوس على باي علشان تظهر عندنا في سلة المشتريات، ونكرر نفس الخطوات لشراء منتجات أخرى. هنفتح سلة المشتريات، بعد إجمالي المبلغ هيظهر عندي علامة تسجيل الدخول هضغط عليها. عند تسجيل الدخول هيطلب مني كود العضوية والباسورد لو أنا عضوة، لو أنا مش عضوة هضغط على قم بتسجيل عضوية. هنضم كعضو للجمال وأبتدي أملأ كل البيانات المطلوبة، وبكده هبقى عضوة في أوريفليم باخد كل الامتيازات وأسعار العضو. الإي كاتالوج هي أداتك لإدخال الأعضاء بطريقة سهلة وسريعة. شركة الرابط الثاني وهي أداة جمع الطلبيات، هناخد كوبي لللينك من العلامة الخضراء وابعتها للشخص المطلوب على الواتساب. لما يفتح اللينك هيقدر يتصفح الكتالوج بكل سهولة ويشوف المنتجات والفيديوهات الجديدة، ثم يختار المنتج المفضل من علامة الشنطة. بعدها سيقوم العميل بفتح سلة المشتريات لإرسالها مرة أخرى لعضو أوريفليم عن طريق الواتساب أو الإيميل. بالطريقة دي هجمع عضو أوريفليم المنتجات المفضلة من العميل بالكود والألوان المطلوبة بطريقة سهلة وبسيطة.